السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الوصفات، كاين وصفة هنا في الجنوب يستعملوها لعلاج لدغة العقرب أو كعلاج استعجالي للدغات عقرب، وهذه الوصفة في مكوناتها الملح وبزر الكتان مطحون والماء. والوصفة أصلا هي هما كانوا يستعملوها، لكن عندما بحثت عن هذه الوصفة لقيت لها أصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الوصفة في القصة المعروفة اللي عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ولدغته عقرب، وقال لهم أحضروا لي إناء فيه ماء وملح. هذه الوصفة كي هذه بسم الله نطبقها هنا. فيه الإناء، قال إناء فيه ملح، الماء والملح، بسم الله. وأخذ الماء، وأخذ من هذا الماء ومثال هنايا، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. مثال هنا، مثال لدغة هنايا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حتى يسكن الألم، حتى يتوقف ألم ديك اللدغة وما يبقاش يزيد، هذاك السم يبقى يتمركز هنا في مكانه. والوصفة الثانية اللي تعزيز الوصفة هذه، هذا بزر الكتان يكون مطحون، ومن المعروف أنها الملح لعلاج السموم، نضيف له الملح والقليل من الماء وندير به عجينة كما هنا بسم الله عجينة. هذه الوصفة وتوضع على مكان اللدغة مباشرة، توضع هنا، هذه توضع على مكان، مثال هنا اللدغة توضع على مكان اللدغة وتبقى هكذا، توضع هكذا على مكان اللدغة. وكاينة هي كل في كل هذه كاينة أذكار، كاينة أذكار اللي واظب عليها الإنسان حتى لو تعرض لهذه الأشياء. كان عدة أذكار لو داوم عليها الإنسان ما يضره حشرة دب على الأرض ولا جان ولا أي شيء من هذه المخلوقات اللي تدب على الأرض. هذه الأذكار لو داوم عليها الإنسان، هذه الحشرات وحتى الجن ما يضره بشيء. كاين ذكر لو داوم عليه الإنسان كل مساء، إنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما تضروا دابة تدب على الأرض، مثال العقارب وهذه الحشرات كل فيها سم ما تضروا بشيء. وهذا عن هو هذا الذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره، من شر ما خلق لم يضره شيء من هذه الدواب التي تدب على الأرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى الفراش نفس في كفيه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى الفراش نفس في كفيه وقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ويمسح بهم وجهه وما بلغ من الجسم نتاعو. هذه تحت الأطفال نستعملها هنا للأطفال،
حتى لو اتت العقرب سبحان الله الصباح تلقى جرتها انها فاتت عليهم ودارت بصح ما تمسهم حتى بسوء باذن الله. حتى من المعروف هنا عندنا الرمل، وفي الصيف دائما نخرج نرقدو في السطح وفي السطح فيه رمل طبعا. تشوف مكان، تشوف عند قراءة هالدعاء على الأطفال تشوف العقرب على قدا فاتت، تشوف جرتها على قدا مشات وما تضر الإنسان حتى بسوء. وكذلك كاين ذكر انك تقرا اخر سوره البقره، حتى هي فيها تحفظ الانسان من الجن ومن الحشرات هذه التي تدب على الارض. وكذلك عندما يدخل الانسان اي مكان يقرا الذكر اللي فيه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انت المكان حتى لو حسيت بخوف ما يضرك اي شيء، حتى الجن لن يستطيع ان يضرك باي شيء، جن او حتى الحشرات اللي تدب على الارض ما راح تضرك باي شيء مع هذا الذكر اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تبقى في حفظ الله حتى تخرج من هذاك المكان. وفي الاخير ارجو ان تكون هذه الوصفتين نافعة إن شاء الله لكل الناس. وأرجو وعندي رجاء، أرجو من شاهد قناة وميض الصحراء وأعجبه محتواها أن يشترك في القناة ويفعل الجرس حتى يصله منا كل جديد.